بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي الأعزاء، معكم أخوكم محمد كمال، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصري مقيم في الإمارات من 15 سنة. أنا موجود في شركة دوبلي من 4 سنين، تمام. والنهاردة يا جماعة عندنا محاضرة عن إجابات والأسئلة، يعني أي حد النهاردة، عاملين النهاردة كده زي ما بنقول اليوم المفتوح، أي حد عنده أسئلة، عنده أي حاجة عايز يفهمها، سواء في دوبلي دوت كوم، دوبلي نتورك، في أي حاجة تختص البيزنس بتاعنا في دوبلي هنجاوب عليها بإذن الله ونوضح له كل حاجة، تمام. فإحنا هنستقبل الأسئلة، أوكي، كل واحد يبعت الأسئلة اللي عايزها. نبدأ بأول سؤال موجود من هنا. أوكي، النهاردة بنتكلم عامة دوبلي دوت كوم، دوبلي نتورك، مفيش أي مشكلة، أوكي. اللي هعرفه هجاوبه، اللي مش هعرفه هقول لكم معرفوش، تمام. طيب اوكي، اول سؤال عندنا اخونا عبد الله محمود بيقول: دلوقتي لما بعمل دعوه لحد البرزنتيشن وبحاول اتصل بالشخص بعد البرزنتيشن ما بيردش، ممكن تكون المشكله فين؟ وخاصه ان بيحصل معايا مع اغلب اللي اتصل بيهم. والله يا عبد الله، هو بيحصل معانا كلنا، مش معاك انت لوحدك، تمام. وده طبيعي، طبيعي جدا ان ده بيحصل. ليه؟ لان النهارده لما بنيجي نشرح فكره بيزنس بتاع دوبلي، اوكي، وفكره جميله، بس الانسان عدو ما يجهل. الانسان ما بيكونش عارف، فاكر كل اللي بيجي في دماغه بدفع فلوس، وكل اللي بيجي في دماغه دي الشركه اللي الناس بتجيب ناس، وصرف الكلمه اللي هو في شركات كتيره جدا عملت مشاكل مع الناس وشركات كتيره مش كويسه. فاحنا في دوبلي بندفع فاتورة الشركات السيئة. ليه؟ لأن الحمد لله إحنا ما عندناش حاجة بجبر الناس عليها. أنا بقول له اتفضل خد اللي أنت عايزه وخد كاش باك. فطبعًا لما تيجي الإنسان بتقعد ويكون متحمس ويفضل ما يردش عليك، تمام؟ لأن ده هو في صراع، في ممكن معهوش فلوس، ممكن بيقول لك أيوه ده عايز يطلع مني مصلحة، أيوه ده جاي ينصب عليا. طب والله هيقعد بقى يدوشني وتعالى ويجي وانا عارف النظام ده ونظام الشجره والنخله والزرعه والحاجات دي كلها، تمام. اللي انت بتعمله مظبوط واحنا كلنا بنعمله، وما زال انه بيحصل معانا، وما زال انه بيحصل ومش هيبطل انه يحصل، اوكي. لكن اللي انت المفروض بتعمله ايه؟ انت بتتابع مع الشخص زي ما انا بقول لكم. انا واحد من الناس بعمل ايه؟ اولا انا ما بقفلش الباب بتاعي ما قدام اي حد. اي حد بيجي، تمام، بشرح له، اوكي. بعد كده بعمل معاه الفولو اب. الفولو اب ببعت له، بس بكلمه في التليفون ما بيردش، كلمته مره تانية ما بيردش، بروح باعت له رساله على الواتساب، اوكي: السلام عليكم، ازيك يا احمد، اخبارك حبيبي، كنت بتصل بيك، تمام، عشان نكمل كلامنا، تمام، في الموضوع، بس انت ما بتردش، فاتمنى ان انت ما تكونش مشغول وتواصل معايا عشان ايه؟ عشان نكمل كلامنا ان شاء الله، واشوف لو عندك اي اسئله او استفسارات او اي حاجه اقدر اوضحها لك، عشان لما تاخد قرارك تاخد قرارك بشكل صح، تمام؟ حلو، دي اول رساله. جميل؟ جميل. شافها ورد، خير وبركه، هتتواصل معاه. والله يا عبد الله كنت مشغول، معلش سامحني، معرفش ايه. شافها وما ردش، يبقى كده نخش له على الرساله الثانيه، تمام. السلام عليكم احمد، انا بعت لك رساله وانت ما ردتش عليا، وانا حابب ان انا بس اوضح لك الامور، اوكي. انا النهارده لما تعرض عليا البيزنس، احنا علاقتنا اقوى من البيزنس، تمام. ده لو واحد انت علاقتك بيه قويه، احنا علاقتنا اقوى من البيزنس، ومش وعيب انك احرجه بقى، وعيب انك ما تردش عليا. انا مش جاي اعمل منك مصلحه، انت اكتر واحد تهمني واكتر واحد كنت عايزه يستفيد معايا. انا كده كده في المشروع، انا كده كده عارف انا بعمل ايه، بس انت واحد من الناس اللي محتاج البيزنس ده دلوقتي، وعشان كده انا حبيت افكرك. ما تفتكرش ان انا طمعان في عموله منك، ما تفتكرش ان انا طمعان في كوميشن منك، انا مش عايز اعمل فلوس منك. لو انت فاكرني ان انا طمعان ان انا اخد منك ال 45 دولار خدهم اول ما تسجل. انا عايز ان احنا نعمل بيزنس مع بعض، نكبر البيزنس مع بعض،
انا داخل كده كده، معلش سامحني بيك، من غيرك انا مكمل، انا خدت اكشن في حياتي ومش هفضل قاعد مستني ان حد يقول لي خد ولا ان انا احتاج حاجه لحد. طبعا باسلوبك، يعني انا بقول لك ده ممكن كله تضربه في الخلاط وتطلع حاجه من عندك، انا بديك افكار تقولها له ازاي. تمام؟ فانت النهارده لما انت انا جيت وكلمتك عشان نبدا، فلو مش عاجبك الموضوع رد عليا، احنا في الاول وفي الاخر اخوات، في الاول وفي الاخر اصحاب، مش البيزنس اللي هو هيخلينا نخسر بعض، لكن مش متوقع منك ان انت تتجاهلني، فانا مش قصدي بيزنس، لكن عيب ان احنا ما نبقاش على تواصل مع بعض بس كده. ده لو واحد هوت او وورم، واحد قريب منك او علاقتك بيه، واحد كولد تمام عادي لان انت مش فارق معاك. تمام؟ وازيك واخبار مراتش، لو سمحت انا كنت بس بتواصل معاك عشان اعرف قرار حضرتك ايه، سواء حضرتك حابب الموضوع تمام ان احنا اقول لك الخطوات او اوضح لك الدنيا ايه، لان اكيد في حاجات كتيرة انت ما فهمتهاش من اول مرة وده طبيعي، فانت محتاج انك تفهمها اكتر عشان تاخد قرارك صح، وانا مهمتي ان انا اوضح لك الامور، سواء كان قرار حضرتك بالايجاب او بالسلب ياريت ترد عليا عشان اكون عارف انا بس هتعامل ازاي. بس باختصار، لان معظم الناس، في ناس كتيرة جدا ما بتردش عليك وبتشوفك. احنا اتعلمنا نو معناها ايه؟ معناها I am watching you، اللي بيقول لك لا معناه انه عايز يشوفك هتعمل ايه وبعد كده يدخل معاك، او نو ان نيو اوبورتيونيتي، شخص تاني نيكست اللي بعده. انا اتعودت، انا عندي لستة على الواتساب برودكاست اسمه ايه؟ اسمه دوبلي بروسبكت، في ناس مسميها دوبلي فولو اب. دوبلي بروسبكت دول كل الناس اللي ما دخلوش معايا البيزنس، اوكي، حطيتهم على لستة واحده، ببعت لهم كل يوم صباح الخير صباح النور، حاجات الموتيفيشن اللي انا ببعتها لفريقي، اوكي، وببعت لهم كل فتره فيديوهات بتتكلم عن دوبلي، عن فريقنا فريق بليفرز، عن النجاحات. زي النهارده كده انا لسه باعت برودكاست، اوكي، لدخل معانا موقع بيبي شوب، انتوا شايفينه هنا في الامارات، لسه داخل معانا وشكو حلو، ببعت لهم ادي بيبي شوب وبيدي كاش باك بيوصل لغايه 6%، ما بتكلمش، ببعت له البرودكاست، اخليه دايما شايف ان انا شغال، دايما شايف ان في تطور في الشركه، دايما شايف ان في نجاحات بتتحقق في الشركه، عشان بعد كده يقول لك اه والله ده يعني انا خساره ان ما دخلتش. يجي بعد فتره يقول لك ازيك يا عبد الله، والله معلش كنت مشغول يا عبد الله. فانت لما يجي يقول لك كده ما تذبحوش يا عبد الله، قول له معلش انا عارف ظروف الدنيا والحاجات دي كلها، والله انا كنت عايز افهم اكتر، طب عندي استفسارات، طب عندي حاجات. وخصوصا بعد يوم 30/5 ان شاء الله، يوم 1/6 30/5 هيتم الاعلان عن كل الحاجات الجديده اللي هتتم، تبدا تنزل من يوم 1/6 على حسب الويبنار اللي قاله مستر مايكل هانسون. فالكلام ان احنا الناس هتبقى واقفه علينا بالطوابير على فكره، وان شاء الله ده هيحصل وانا متاكد منه باذن الله. فاللي مش معانا دلوقتي يا جماعه جاي 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 جاي، بس انت تعامل معاه باحترافيه تمام، وما تقفلش الباب، خلي دايما الباب موارب، ده احسن حل. واضحه كده عبد الله؟ تمام يا عبد الله، اوكي كده خلصنا سؤال عبد الله، نخش على السؤال اللي بعده. وعبد الله ما تحبطش ولا اي حاجه، ده طبيعي، ده بيحصل معانا لحد دلوقتي كلنا كده، بس الحمد لله الناس بتشوف ان احنا بننجح وهم فاضلين محلك سر، ما بتحركوش. احنا يا جماعه اللي عندنا مش عند غيرنا، واحنا لازم نتعامل، انت بتقدم للناس خدمه، بتقدم للناس ميزه هو عمره ما هيجيبها من لوحده، فاحنا لينا اليد العليا، ولازم لما تتكلم بتتكلم من منطلق القوه والثقه باللي عندك واللي بتقدمه للناس. اوكي، في سؤال اختنا مروه بتقول لو حد فري عايز يجرب الفي اي بي ممكن يجدد شهر بخمسة دولار؟ اه ممكن، اشتراك الشهري بتاع الفي اي بي $5، $4.99، مفيش مشكله، يشترك شهر، بعد ما الشهر ده يخلص اوكي هيرجع فري تاني،
ويفضل يجدد والحاجات دي كلها، مفيش مشكله. عايز يجدد شهريا بس هيقف عليه باغلى من العضويه 49. عايز يجرب شهر وبعد كده يشوف، قال لك والله اجرب شهر بعد كده يمكن ادخل كوكيل واشتري الباكج التيم ممبر يبقى معايا 12 عضويه في اي بي، يبقى برضه اوكي مفيش مشكله عادي. اوكي تمام كده مروه. تمام اوكي. طيب سؤال لغايه لما تردوا علينا، مروه ترد عليا. اوكي سؤال من استاذ عصام بيقول في ناس اول ما بتحضر برزنتيشن بيفكر في كيفيه الاستفاده من دوبلي لشركته. مثالين حصلوا معايا، شركة تسويق عقاري وأخرى شركة استيراد لودرات وآلات من هذا النوع، كيف نفيدهم؟ جميل جدا السؤال ده، ممتاز. إجابة السؤال ده عن طريق البرنامج ده، شايفين اللي أنا هفتحه لكم دلوقتي؟ ثانية واحدة. برنامج البي اس بي ريورد اللي هو جمعية القلب الأمريكية. شايفين جمعية القلب الأمريكية فين دوبلي؟ مفيش دوبلي، وده اللي احنا بنشرحه برنامج البي اس بي ريورد. شركة التسويق العقاري أو شركة اللودرات عندها زباين، شركة تسويق عقاري ما شاء الله عندهم زباين كتير. بس لما تيجي تتكلم معاه بتقول له أنت بتستفيد من زباينك إمتى؟ لما بيجي يشتري منك الشقة أو الفيلا، واستفدت عليه مرة واحدة وخلاص. لكن ايه رايك ان انا هخليك تستفيد منه مدى الحياه ازاي؟ زي مثلا شركه التسويق العقاري اسمها اي بي سي ريال استيت، اوكي؟ فاحنا هنقول له هتبقى عندك اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم، هنعمل شراكه عن طريق برنامج البي اس بي ريورد اللي هو واخد زي موقع دوبلي كده، هيبقى انت عندك الموقع زي دوبلي بس هنشيل اللوجو بتاع دوبلي وتحط اللوجو بتاعك انت زي جمعيه القلب الامريكيه اللي قدامكم دي. حلو. شركة التسويق العقاري فرضنا ان عندها 10,000 عميل. حلو. ال 10,000 دول متسجل عندهم في الداتابيز. بعد ما نعمل الموقع باسم ABC Shopping Mall او ABC Cashback ايا كان، تم الاتفاق خلاص والشركة خدت الموقع بكل حاجة، بسيرفراته، بالكاستمر سبورت، بالحاجات دي كلها. حلو. بنعمل ايه؟ بيبعتوا رسائل لعملائهم، يا جماعة النهاردة نزف ليكم بشرة سارة، احنا دلوقتي اطلقنا اول موقع شوبينج مول الكتروني في العالم، تمام؟ وقال نظرا لانكم عملاء متميزين بنقدم لكم خدمة الاسترداد النقدي او الكاش باك. بيرجى التسجيل على رابط الموقع مجانا والاستفادة بكاش باك يوصل لنسبة 30%. لو ال 10,000 دول اوكي، هو كده قسم الماركتينج عنده هيبدأ يشتغل، اوكي؟ هيبدأ يشتغل على العملاء اللي موجودين والموظفين. حلو. هيبدأ بقى يبعت لهم إعلانات على صفحة الفيسبوك، على صفحة الانستجرام بتاعت الشركة، تبدأ الشركة تعمل دعاية إن إحنا بقى عندنا أكبر شوبينج مول اسمه إيه؟ اسمه ABC Cashback، ABC Shopping Mall. أي حد هيخش يتسوق من خلال الموقع ده ويرجع له كاشباك، الشركة بيرجع لها 30% من الكاشباك الأساسي بتاع كل شخص. لو فرضنا ان شركة التسويق العقاري عندها 10,000 شخص في الداتابيز، هنقول ان ال 10,000 دول 50% منهم سجلوا فري، يعني 5,000 ناس بتتسوق اونلاين، وخصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا. ال 5,000 دول لو كل واحد فيهم رجع له كاش باك في السنة، في السنة وهم فري، اوكي، رجع له كاش باك في السنة 20 دولار، كاش باك اساسي 20 دولار، الشركة هيرجع لها 30%. 30% من ال 20 يعني 6. 6 في 5,000 ادي 30,000 دولار. بكام؟ بحوالي نص مليون جنيه. نص مليون جنيه دخلوا للشركة من ايه؟ من ولا حاجة. من ان هي الشركة قدمت خدمة، بقى عندها أكبر شوبينج مول إلكتروني في العالم، خلت الناس تستفيد منهم وهم في بيوتهم وهم صاحيين وهم نايمين، كل ما يشتروا مش بس استفادوا منهم لما بيبيعوا الحاجات بتاعتهم بس. وخصوصا ان الشركتين اللي حضرتك بتقول عليهم دول مش هيكون ليهم مثلا الناس مش هيروح يشتري فيلا اونلاين حاليا يعني. اوكي؟ حاليا اكيد
ممكن في المستقبل انه زي اير بي ان بي والحاجات دي كلها. لكن مثلا بنتكلم على مصر لسه ما فيش ان حد هيروح يشتري شقه اونلاين او فيلا اونلاين، لكن هيشتري موبايل اونلاين، هيحجز فندق اونلاين، هيشتري خزين رمضان اونلاين. اوكي، فده اللي هيحصل، ان انت قدمت للشركه الخدمه دي، بقى عندها اكبر شوبينج مول الكتروني، بدات الناس تتسوق، يرجع لها كاش باك، والشركه بيرجع لها 30% من الكاش باك الاساسي. ادي اهو دخل الشركه 30,000 دولار، يعني حوالي نص مليون جنيه. جميل، دي الاستفاده اللي الشركات تقدر تستفيدها في برنامج في الموضوع ده، لان الشركه دي الحاجه اللي تقدر تستفيد بيها وتفيد عملائها وتعمل براندنج، وتعمل براندنج عليه، تعمل براندنج عليه. تمام، ان الشركه هيبقى اسمها براند، مش بس مرتبطه بالتسويق العقاري، لا مرتبطه بالتسويق الالكتروني، وبقى عندها اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم. وضحت كده؟ تمام. اوكي، ثواني نشوف بس ايه استاذ عصام. طيب، سؤال تاني مرتبط بالسؤال، وبسأل عن حاجات مثل التعاقد مع شركة وضمانات البي اس بي ريورد. اوكي، واحد حضر برزنتيشن وفكر يشترك، السيرفر هيكون فين؟ دوبلي سيكون لها تحكم في السيرفر ودومين الشريك؟ طيب، اولا كل الاسئلة بتاعتك بيبقى اصلا مجرد ما الشخص اوكي اقتنع بالموضوع، بيبقى ممكن يتم ميتنج مع قسم الاي تي بتاع دوبلي وقسم الاي تي بتاع الشخص ده. حاجات بقى السيرفر هيكون فين ومين اللي هيدخل والحاجات دي كلها، دي حاجات فنيه، بتاع الكلام الفني مع القسم الاي تي. فانت لما انت مثلا حضرتك بي اس بي داخل بي بي اي وشرحت الموضوع للشركات، وشركات هتخش معاك، فممكن تتواصل بقى مع الفي بي اللي معاك في المكان في البلد، تمام، وهو يساعدك او الابلاين بتاعك يعني يعمل لك ميتنج مع قسم الاي تي في الشركه عندنا، يجاوبوا لهم على كل الحاجات الفنيه. انا ما اعرفش بصراحه السيرفر هيكون فين، مين اللي هيكون لي تحكم في الدومين. لا، الدومين بتاعك انت، اسم الشركه، انت بتشتري دومين نيم ليك انت، وانت اللي متحكم فيه. دوبلي بتديك الموقع، اوكي، الكاستمر سبورت من عند، هي مش من عند دوبلي، هي من عند البي اس بي ريوردز. اوكي، البي اس بي ريوردز بيدوك الموقع، بيدوك الكاستمر سبورت، بيدوك دعم، بيدوك اجابات اسئله، بيدوك كل حاجه. حاجات بقى فنيه، اوكي، تعاقد وضمانات، بيبقى فيه عقد. العقد ده تقدر تشوفه حضرتك في التيرمز اند كونديشنز، خش على الموقع ده bsbreward.com. bsbreward.com، اوكي، ده الموقع اللي اي حد بيحب انه عشان يسجل فيه، اوكي، انه هو كشركه، شركه تنضم. ادي برنامج، ادي الموقع بتاع البي اس بي ريوردز. اوكي، تخش بقى موجود تحت عندك ايه، تيرمز اند كونديشنز، دي كل الشروط والحاجات القانونيه اللي هتكون ما بين البي اس بي ريوردز وما بين الشركه اللي هتدخل دي، ده العقد اللي موجود. فحضرتك ممكن الشركه تخش تقراه وتفهم كل الحاجات اللي فيها، ولو ليهم اي حاجه ليجل او اي حاجه قانونيه يقدروا يعملوا فيها، وبكتب، وممكن لو عايزين العقود تتوقع مفيش مشكله. اوكي، وايه الضمانات؟ ما هو ممكن يقول لك انا عايز احط لي ضمان ايه او كده، تمام. فدي ما بين قسم الاداره هنا وقسم الاداره هنا. لا، دوبلي هتتحكم في الدومين ليه او تقفل عليه وتوقعه ليه؟ بالعكس، يعني ايه اللي يخلي دوبلي تقفل الدومين ده عليك؟ مستحيل، ده هي عايزاك انك تتسوق، عايزه الناس تستخدمه. يعني مثلا شركه عندها 10,000 متسوق، دوبلي هتقفل عليهم وتخلي او البي اس بي ريوردز يقفل عليهم الدومين؟ انا بكلمك على اللي انا اعرفه. طبعا الحاجات دي ممكن تتحط في العقد، العقود ما بين الشركات بيبقى في اداره قانونيه هنا وفي اداره قانونيه هنا، بيبقى مكتوب. عشان كده انا قلت لك خلي، ممكن حضرتك تخش تقرا كل الحاجات اللي موجوده هنا، ادي تيرمز اند كونديشنز اهو، اقرا كل حاجه وتشوفها عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام؟
والمميزات والعلاقات ما بين الشركات وكده، وبعد كده لما تقرا حاجه او الشركه تقرا حاجه وفي حاجه عايزه تضيفها تضيفها، تقول لك والله ايه اللي يضمن لي كذا، اللي عايز اعمل كذا، تمام. دوبلي مش هتتحكم في الدومين، اوكي، ان هي تقفل لك الدومين ده، اصلا اسمك بتاعك انت يعني، دوبلي ملهاش اكسس عليك، بس السيرفرات من عند دوبلي ازاي وفين، هي بتديك الموقع ده كله كامل، حاجات الاي تي والسكيورتي الاي تي مع قسم الاي تي. الخدمه دي تنفع مع اي شركه، اي شركه في العالم، شركه اغذيه، شركه موبايلات، اي حاجه يا جماعه، كل حاجه زي كده. استاذ وسام ده كده عبد الله كان بينفع، ايوه الخدمه تنفع مع اي شركه، يعني شركه العقارات مثلا تحط اللوجو بتاعها على مول دوبلي بالاتفاق مع دوبلي، مش مع دوبلي، مع برنامج البي اس بي ريورد، اهو ده برنامج البي اس بي ريورد اللي هي شركه اومنتو، تحت منها شركه دوبلي دوت كوم ودوبلي نتورك والبي اس بي ريوردز، اوكي. فده بيتم الاتفاق ما بين الاثنين، تمام. بص هوريكم حاجه ما اعرفش انتوا تعرفوها ولا لا، بصوا الموقع ده كده www.bsb-reward.com. ادي الموقع اهو bsbreward.com، هو موقع دوبلي، هو موقع دوبلي، بس ده بي اس بي ريوردز، ده مش معروف، احنا ما بندخلش عليه، احنا نعرف دوبلي كلنا بنخش على دوبلي، لكن بي اس بي ريوردز اهو موقع بالظبط اهو بي اس بي ريوردز دوت كوم، بس انا دخولي عليه ما ليش دخول عليه، لان انا دخولي على دوبلي، فحتى لو جيت حطيت اليوزر نيم والباسورد، شوفوا مثلا احط اليوزر نيم والباسورد بتوعي هنا محمد كمال، واحط الباسورد بتاعي، هيقول لي نوت ماتشنج، اهو ايميل باسورد نوت وورك، لان انا مش مسجل هنا على البي اس بي ريوردز. فده الموقع، تمام، بيتم الاتفاق ما بين الشركه وما بين البي اس بي ريوردز، بيتشال بقى اللوجو بتاع البي اس بي ريوردز او اللوجو بتاع دوبلي، تمام، ويتحط اللوجو بتاع الشركه. اوكي، تمام. الاتفاق بيتم ما بين البي اس بي ريورد وشركه العقارات يا وسام. اوكي، وضحت كده يا جماعه؟ استاذ عبد الله، استاذ عصام، واضح الدنيا دي كلها معاكم كده بالنسبه للموضوع ده؟ تمام، اوكي، جميل جدا. طيب نكمل بقيه الاسئله، نرجع تاني فوق. مروة بتقول أنا مش هاخد عليه مكافأة الإحالة ال $10. لا، لو شخص دخل فري، أنت مرشح، أنت شخص فري ورشح في أي بي، أوكي، واشترى اللي هو الاشتراك الشهري، الاشتراك الشهري ده ما بيرجعش عليه حاجة. ما مش هتاخد عليه مكافأة الإحالة، ومش هتاخد عليه كوميشن، ومش هتاخد عليه أي حاجة. أوكي؟ الاشتراك الشهري ده ما تاخديش عليه حاجة. لو حد حب يجرب الفي اي بي بالشهر هاخد عليه كوميشن، هتاخد كوميشن من مشترياته، هتاخد كوميشن من مشترياته، قصدك كوميشن من الخمسة دولار اللي بيشترك فيها. والله هقول لكم حاجه، في ناس عملتها ونزل لهم كوميشن، في ناس عن جربت الاشتراك الشهري ونزل للوكيل كوميشن، بس اللي انا اعرفه هو ما بينزلش، بس نزل لهم، فممكن يرجع لك كوميشن، لان انا عارف الكوميشنز على العضويه الفي اي بي اللي هو الاشتراك السنوي، بس في ناس من عندها جربت اشتراك شهري، فما شاء الله دوبلي كريمه واديتهم ونزل كوميشن على $5، نزل كوميشن على $5، تمام. فممكن ينزل كوميشن، بس هو المفروض لا، بس ممكن، بس الكوميشن هيكون ايه؟ طب ده لو هو مثلا جابه مره واحده ممكن ينزل لك كوميشن مره، لو ما جددش خلاص، لكن لو انت شخص فري او في اي بي وعملت ريفيرا فريند اللي هو ان انت بترشح صديق عشان تاخد عليه $5، لا دي مش هينزل لك فيها كوميشن، دي نو واي. بس انا بتكلم على شخص في دوبلي نتورك، شخص وكيل وادى اللينك بتاعه لشخص عايز يخش في اي بي لمده شهر، نزل له كوميشن، تمام؟
اوكي طيب، نكمل بقية الأسئلة، نطلع تاني نجيب الأسئلة تاني من فوق. اوكي، فائدة الكاستمر بوينت. أستاذ محمد نديم، دكتور محمد نديم بيقول فائدة الكاستمر بوينت، وهل كل رانك مطلوب له نقط، ولو ما كملناش النقط دي ايه اللي يحصل؟ طيب ايه هي الكاستمر بوينت يا جماعة؟ الكاستمر بوينت هي عدد عضويات الفي اي بي اللي متفعلة تحت منك. عدد عضويات الفي اي بي بتفرق معاك في ايه؟ بتفرق معاك في العمولة اللي بتاخدها من الكاش باك بتاع المتسوقين. لو انت النهارده كاستمر بوينت، كل بوينت بعضويه في اي بي، فالنهارده لما يبقى عندك 5 كاستمر بوينت، يعني عندك 5 عضويات في اي بي متفعلين. لو انت عندك عدد العضويات الفي اي بي من 1 ل 9، بتاخد 20% من الكاش باك الاساسي بتاع المتسوقين. من 10 ل 19 بتاخد 25%، من 20 وطالع بتاخد 30%. كل رانك مطلوب له كاستمر بوينت. تمام، كل رانك مطلوب له، اللي هو التيم الاس تي ام 3، التيم ممبر 5، التيم كوردينيتور 10، سيلز دايركتور 15، اوكي، فايس بريزيدنت 20، سينيور فايس بريزيدنت 25. اوكي، استنى، تيم ممبر 5، لا اكتر. التيم ممبر اللي انا عارفه، سوري، انا وقعت مننا تيم ليدر. تيم ممبر 5، تيم ليدر 10، تيم كوردينيتور 15، سيلز دايركتور 20، فايس بريزيدنت 25، فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت، او وسينيور فايس بريزيدنت 30. اوكي، فانت النهارده هي الخاصيه دي موجوده بس حاليا مش متفعله. لو انت مش محافظ على الكاستمر بوينت بتاعتك بتنزل في الرانك. بمعنى النهارده دكتور محمد نديم تيم ليدر، اترقى النهارده بقى تيم ليدر. اوكي، التيم ليدر المفروض يبقى عنده 10 كاستمر بوينت. اوكي، هو عنده 7، فدوبلي من ساعه الترقيه بتدي له شهر معاه 30 يوم انك تجيب الثلاثه التانيين دول. اوكي، لو انت عدى عليك الشهر وما جبتش الثلاثه، انك تحافظ على الكاستمر بوينت بتاعت الرانك بتاعك، دوبلي بتنزلك للرتبه اللي تحتيها اللي هي متحققه الكاستمر بوينت، اللي هتنزل لتيم ممبر، وبتديك 3 شهور. في خلال ال3 شهور دول لو انت جبت الثلاثه في اي بي، تلقائيا بتطلع لتيم ليدر على طول، ترجع في الرانك. طب لو ما رجعتش، لو ما عرفتش في ال3 شهور دول تجيب الثلاث عضويات الفي اي بي، كده بتفضل على نفس الرانك تيم ممبر. وعشان تترقى تبقى تيم ليدر، لازم يكون تحت منك 3 تيم ممبر كواليفايد، يعني معاهم كمان الكاستمر بوينت بتاعتهم. تمام، كأنك بتطلع من جديد. فدي موضوع الكاستمر بوينت. فالكاستمر بوينت بيفرقوا معاك في نسبه الكاش باك اللي بيرجعوا لك من المتسوقين، وفي الحفاظ على الرتبه بتاعتك. اوكي، حاليا مش متفعله حاليا، بس اعتقد هتتفعل من بعد الابديتس اللي هتنزل ان شاء الله. حاليا اللي هو كل رانك الكاستمر بوينت بتاعته مش متفعله. وضحت كده دكتور نديم؟ اوكي. طب وسام بتقول تمام. طيب انا العضويات بتاعتي اتلغت لانها عدت السنه، ازاي اكمل اكتر من 10 وانا ما بقاش عندي في اي بي؟ وانت لازم تبيعي من عندك، ادي اللينك بتاعك وهم الناس تشتري، وري الناس مميزات الفي اي بي ايه، واديهم اللينك وهم يشتروا من الموقع. على فكره لو الناس، لو انتوا عايزين تشتروا عضويات في اي بي كمان، ممكن هتخشوا تشتروا باكج فيها 12 عضويه في اي بي. بس ليه انت الناس دلوقتي لما نشرحوا مميزات الفي اي بي وعايز يشتري، بقول له ادي اللينك اهو، خش اشتري بالكارت بتاعك وخد العضويه الفي اي بي. فدي بسيطه. عايز يبقى معاك عضويه في اي بي وتديها للناس، تقدري تشتري من فين؟ بصوا، هنخش على دوبلي نتورك.
ادي برضو احد حسابات الناس اللي عندي في فريقي، عايزه تشتري عضويات في اي بي، بتروح في ماي اوفيس باي برودكت، عندك اهو تيم ممبر باكج 495، دول 12 عضويه في اي بي، مجرد ما اشتريتيهم نزلوا عندك في الفي اي بي 12 عضويه، تقدري لو عايزه تبيعيهم تعملي بيهم اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله. 12 عضويه في اي بي. اوكي. تمام كده وسام؟ تمام. اوكي، نكمل بقيه الاسئله. كده جاوبنا على الكاستمر بوينت بتاع الدكتور نديم. أسامة، هو موقع سوق مش ظاهر عندي، هو تم إلغاء التعامل معاه. موقع سوق، احنا قلنا سوق طلع بعد لما جه موضوع كورونا يا جماعة، سوق بعت لدوبلي قال احنا بره دوبلي حاليا عشان موضوع كورونا وعندنا ترتيبات وحاجات كتير، وبعد كده اكتشفنا ان سوق طالع من كل المواقع اللي بيتعامل معاها وبتعلن له عن سوق، تمام؟ فهو حاليا سوق مش موجود، لان سوق كانوا قرروا ان هم هيوقفوا شغل، وفعلا الناس قعدت في البيت من عند سوق، بس بعد كده رجعوا تاني، تمام؟ فسوق عندهم ضغط شغل كبير جدا جدا، وما عندهمش الفرق اللي تقعد تتابع التراكنج الكاش باك والحاجات دي، بالاضافه ان هو لما طلع من مصر والسعوديه. اوريكم حاجه دلوقتي، ادي سوق، ادي السعوديه، موقع السعودية، ادي سوق قدامكم اهو، رجع من حوالي 3 4 ايام من رجع في السعودية، فوارد انه ممكن يرجع مصر في اي لحظة. ادي سوق في السعودية اهو موجود، رجع تاني. اوكي، ممكن في اي لحظة يرجع. اوكي، تمام، واضح كده أسامة؟ تمام، ادي موضوع سوق، فسوق ممكن يرجع في اي وقت، ده قرار سوق طلع رجع، الحاجات دي كلها بتبقى قرارات المحلات. طيب سؤال تاني لاسامه، بيقول هو العميل الفي اي بي بياخد دبل الكاش باك يعني بمسافه 60%؟ لا مش فاهم يعني ايه يا اسامه دبل الكاش باك بمسافه 60%؟ لا ممكن توضحها لي؟ نون هيرجع امتى؟ نون عنده مشكلة في الكاش باك، نون دخل وما كانش بيرجع كاش باك فدوبلي طلعته. لما يظبط اموره ويكون التراكنج بتاع الكاش باك بتاعه مظبوط يرجع تاني. ولا انتوا عايزين تشتروا وما يرجع لكمش كاش باك؟ لما دي حاجات فنية، والله دخل ما بقاش يرجع كاش باك، دوبلي قالت له مع السلامة مش عايزينك. انت داخل عشان ترجع كاش باك للناس، تعمل تراكنج. مش هترجع كاش باك للناس، يبقى مع السلامه مش عايزين. وده اي موقع كده على فكره. وعلى فكره سوق، يعني انا دوبلي بقى لي 4 سنين، سوق دخل وطلع 3 4 مرات، وكل مره بيكون عنده مشكله في الكاش باك دوبلي بتطلعه بتطلعه بتطلعه، لغايه لما ظبط الكاش باك بتاعه. وده بقى لنا يمكن حوالي اهو لقرب سنتين تقريبا الامور ماشيه تمام وكل حاجه، جه بس موضوع كورونا سوق طلع من كل المواقع مش من عند دوبلي بس، بس هو رجع في السعوديه. فيبقى سهل ان شاء الله. لا ما ينفعش تشتري من السعوديه عن طريق مصر، لانه لو دخلت على الاستثناءات بتاعت سوق في السعوديه بيقول لك ان الكاش باك بس للعملاء السعوديه اهو، كاش باك ويل اونلي بي اوورد تو كاستمر ان سعوديه اريبيا بس، لان هو في السعوديه حاليا. لو رجع مصر تاني ماشي، يعني هو لسه ما زال هنا مكتوب ايجيبت ايجيبت ايجيبت، اوكي تمام، لكن كاتبين في الاستثناءات بس للناس اللي في السعوديه، بس بما انه حاطين لسه ايه هنا ايجيبت، لو هو مش هيرجع تاني كان اتشال ايجيبت، لكن هو حاليا بيرجع للسعوديه، ممكن بكره تلاقيه رجع مصر تاني، ممكن الاسبوع الجاي، ممكن الشهر الجاي، ما اعرفش الله اعلم، بس اهو اديكم شايفين الامور ماشيه ازاي.
اوكي طيب تمام. والفري كاش باك بتاعه ضعف الفي اي بي، والفي اي بي كاش باك بتاعه بياخد في اي بي لما بيتسجل بتفتح له الاكونت. اسامه مش فاهم بصراحه. بص يا اسامه اوكي، اصل لما بيتكتب عربي وانجليزي كله بيدخل مع بعضه، فانا مش عارف بدايه السؤال اللي انت كاتبه فين. انا بحاول اعرف الفي اي بي ممكن يحصل تعاقد مع كارفور، ممكن وارد في اي وقت. يا جماعه ما تفتكروش ان الشركه ساكته، اوكي الشركه شغاله كويس جدا جدا، وفي حاجات كتيره جدا بتتم في الشركه، وان شاء الله يكون في اخبار كتيره دي كويسه جدا قريب باذن الله ان شاء الله. استاذ عبد الرحمن حسن، موضوع اتش ان ام بيفتح في الامارات، اتواصلنا مع الشركه وبيتواصلوا مع الاي تي بتاع الموقع نفسه والاي تي بتاع دوبلي وبيشوفوا المشكله دي فين. ان احنا عارفين بتاع اتش ان ام في الامارات، بتاع مصر بيفتح على الامارات، فاحنا بعتنا الموضوع ده للشركه وبلغناهم وبيشوفوا موضوع الاي تي، هل الموضوع عند الموقع، ايه مشكلته والحاجات دي كلها ايه. تمام، ما تقلقوش احنا كل ده متابعين عارفين. اوكي طيب أسامة، أنا مش فاهم بصراحة الـ VIP لما بص، يا تكتب لي كله عربي يا تكتب لي كله إنجليزي. المشكلة لما بكتب عربي بإنجليزي الكلام كله بيدخل في بعضه. الـ VIP لما بيسجل بتفتح له الأكاونت بتاعه وكاش باك وبيوصل لـ30%، والفري يعني ضعف في الـ60. لا لا، في حاجات عندك مش متظبطة خالص. أنا مش فاهم بصراحة أسامة السؤال بتاعك. طيب نشوف بقية الأسئلة، هنجاوبكم على الأسئلة، نرجع تاني فوق لغاية لما أسامة اكتب لي سؤال تاني بعد إذنك. نرجع تاني، أوكي. نشوف الحاجات اللي احنا جاوبنا عليها ونرجع تاني، أوكي. أوكي جاوبنا على ده كله، جاوبنا على ده كله. اوكي 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 استاذ عصام بيقول ايه، هل الطريقه الوحيده هي شراء باكج جديده ولا يمكن ارسال بطاقه والمتسوق يفعلها ويدفع في اي بي؟ اه ما هو ده اللي احنا بنقوله. لا اصلا شراء باكج دي انا ما حدش ما بنعملهاش. انت النهارده واحد، انت اللي خلصت ال 12 اللي عندك الفي اي بي، تمام، حابب واحد يشتري بتدي له اللينك بتاعك، اللينك بتاع العضويه الفي اي بي بتاعتك اللي انت بتاخدها من ريفيرا فريند، بتقول له خش خد اللينك ده اشتري عضويه من الموقع وادفع 49 دولار. ممكن يدفع بالكريدت كارد بتاعه، من كارت البنك، الديبت كارد، من الباي بال، اي حاجه. بالعكس ده اللي احسن، ده اللي احسن ان هو واحد يشتري من الموقع، تمام. لكن انت ليه تشتري 12 عضويه في اي بي؟ خلاص انت ال 12 بتوعك خلصتهم، تمام، بتدي لكل واحد اللينك تقول له خش ادفع على الموقع، ادفع بنفسك انت عشان تبقى مطمن وامورك ماشيه تمام، بس كده. اه ابعت له اللينك فقط زي الفري، بالظبط زي الفري. جماعة بصوا اللينك ده اهو، رشح صديق، بخش على رشح صديق على حسابي بتاع دوبلي دوت كوم، ادي اللينك شايفين، ادي اللينك هيظهر قدامكم دلوقتي هنا، ادي اللينك اهو. سواء اللينك ده لو انت عايز ترشح اصدقاء فري، ساعد اصدقائك على التسوق بفطنة مع دوبلي دوت كوم، ساعد اصدقائك على الاستمتاع بمدخرات مكافئات الفي اي بي، هو اللينك ده، هو اللينك ده، هو الاثنين مع بعض. اوكي اعمل له كوبي نسخ
وابعته لكل الناس. لما تيجي تشير اللينك ما تشيرش اللينك اللي هو dubli.com/الاي دي الرقم بتاعك لو 1 2 3 4. شير اللينك ده ليه؟ عشان تستفيد من حسابك في dubli.com تاخد مكافاه احاله توصل $10، بالاضافه لان كده كده كوكيل هتستفيد عادي جدا من غير اي حاجه. فاللي تشيروه اللينك ده هو هو نفس اللينك بتاع الفري، هو بتاع الفي اي. اوكي كده استاذ عصام. اخت باشمهندسه خديجه اهلا وسهلا، بتسال اذا ما بعتش ال 12 عضويه في اي بي خلال السنه الاولى بيدعوا عليا؟ ايوه فندم، اذا العضويات حضرتك عدى عليكي سنه وما فعلتيهمش بيدعوا عليكي. فانت لازم تعملي حسابك ان قبل ما تخلص السنه يكونوا فعالين. تمام، تفعليهم ازاي؟ يا اما بعتيهم لو حاجه اتفضلت. انا داي انا عملت ايه لما دخلت انا دوبلي؟ فعلت عضويه في اي بي لنفسي، اول عضويه ليا، وقبل ما تخلص السنه بيومين ثلاثه رحت مفعل عضويه ثانيه على الايميل، على ايميل ثاني. فبدل ما اجدد ب $49، تمام، يبقى انا خدت عضويه ثانيه هي موجوده معايا في الاكونت والعضويات، يبقى انا كده مستفيد. يبقى العضويه الاولانيه الكاش باك بتاعها عادي احوله على الباي بال واخده، والعضويه الثانيه دي اللي بكمل بيها واعمل بيها كاش باك ثاني. حلو، جميل جدا. طيب حضرتك ما خلصتيش العضويات قبل ما تخلص السنه، ودايما يا جماعه ما نستناش لغايه اخر يومين ثلاثه، معانا قبل نهايه الشهر من السنه، تمام، نبدا بقى نشوف لو في عضويات لسه ما بعناهاش. اوكي، يبقى الناس اللي بتتسوق اونلاين نعرفهم مين؟ تعالوا يا جماعه هديكم النهارده هديه، ممكن تديهم هديه، ممكن تديهم عرض اوفر على الفي اي بي، والله داخلين على الوايت فرايداي، تمام، بمناسبه الوايت فرايداي هديكم خصم مثلا 10% على سعر العضويه، هي 800 10% او 20% تاخدوها مثلا ب 620 650 640 ايا كان. حضرتك حابه تديها للناس هدايا اديها لهم، لناس هدايا يستفيدوا منها، انت كده كده ريع لك العضو كاش باك منهم. بس ما توصلوش لان العضويات بتاعتكم تخلص وتيجي على اخر يوم ولا يومين وتبقى عمالين نجري ونفعل العضويه، لا، معانا وقت متسع كتير جدا. احنا لو كل شهر بعنا عضويه يا جماعه، عضويات الفي اي بي اصلا المفروض ما تستناش لغايه نهايه السنه. لو كل شهر هبيع عضويه على نهايه ال 12 شهر خلاص خلصتهم، يعني مش معقوله في الشهر كامل مش عارف ابيع عضويه واحده في اي بي. اوكي، بس لازم ما نستناش لغايه نهايه السنه. اوكي، استاذ عصام بيقول هل يوجد دور على البي ايز؟ كيف نزيد المواقع والمولات المشتركه مع دوبلي في الدوله اللي احنا فيها؟ لا، انت ما عليكش اي دور، انت كبزنس اسوشيت او بي اي ما عندكش دور. بس لو انت لاقي موقع كويس وتواصلت معاه تعرفهم وعندهم استعداد يخشوا مع دوبلي، ايه المانع؟ اتواصل مع الليدرز اللي معاك في البلد، تمام، قول لهم يا جماعه انا عندي موقع كويس وابدا استعداد انه يدخل معانا في دوبلي. اوكي، دي عادي، بالعكس ده لو الواحد ده بتزود المول بتاعك، طبعا الليدرز يتواصلوا مع الشركه ويخلوا الشركه تتواصل مع الموقع، تمام، ويدخلوه معانا، ده حاجه كويسه جدا. انت ما عليكش دور مفروض انك تعمله، لكن لقيت مثلا انت عندك موقع اي كوميرس، عندك موقع بتبيع عليه حاجات وعايز تخش مع دوبلي، حلو، عندك اصحابك كل واحد عنده موقع، بقى عندك 5 6 مواقع، يلا يا جماعه هنخش كلنا في شركه دوبلي. جميل جدا، كل ما زودت المول بتاعك بتاع البلد بتاعك، كل ما كان عندك فرصه نجاح كبيره جدا ان البيزنس بتاعك يعمل بوم. كل ما كان في مواقع كتيره كل ما كان احسن، فده ما فيهوش اي مشكله خالص. بس انت مش هيكون ليك تواصل مع الموقع او العموله اللي الموقع هيدفعها ولا اي حاجه. موقع عنده الاستعداد انه يدخل بتوصله مع الليدرز وتخليهم يتواصلوا مع الشركه، يجهزوا يعمل في كونتاكت ما بين الشركه والموقع، وكده خلاص، وكده بقى كويس جدا ممتاز. اوكي كده تمام.
اوكي حضرتك بتسأل انك في تركيا. حضرتك في تركيا دي بقى هتكون مهمة الكونتري مانجر. دوبلي دلوقتي الكونسبت اللي ماشية بيه ان في كل بلد يبقى في حاجة اسمها كونتري مانجر. ايه الكونتري مانجر ده؟ مثلا واحد اللي هو واخد التوكيل بتاع دوبلي في تركيا، اللي هو هيكون مسؤول عن انه يتواصل مع محلات يجيبها، يتواصل مع بنوك عشان موضوع مثلا انا اعرف ان في تركيا الباي بال مش شغال، ممكن يشوف حل تاني للناس اللي في تركيا، يتواصل مع بنك من البنوك يخليهم يطلعوا بتاع ده، يطلعوا كارت نحول عليه كاش باك كده. ده اللي يحصل وده الكانتري مانجر. واعتقد اهلا وسهلا بحضرتك، اعتقد انت حضرتك استاذ عصام لما كنت شفت انت تقريبا الوكيل اللي كان او رجل الاعمال اللي هيكون الكانتري مانجر في تركيا تقريبا لما اتقابلت مع بيبي محمد وبيبي خالد، تمام، في زيارتهم في تركيا، مظبوط. فده هتكون من مهام الكانتري مانجر، اوكي، ان هو يزود المولات والحاجات دي كلها. بس ده ما يمنعش زي ما قلت لحضرتك انت عندك علاقات مع متاجر وعجبهم الفكره وتقدر تدخلهم، تواصل على طول مع بيبي خالد، تمام، قول له انا عندي واحد اثنين ثلاثه وعندهم استعداد يخش. بيبي خالد يخلص يخلي الشركه تتواصل معاهم ويخشوا معانا. كل ما كان عندنا متاجر كل ما كان احسن بكتير جدا جدا جدا. كمان الوكيل الاداري بالظبط، مش احنا وكلاء، احنا كبزنس اسوشيت، لكن التاني بيبقى اسمه كونتري مانجر. ده واخد التصريح من دوبلي، بيبقى له مقر هناك وبيبقى له مكاتب وبيبقى له الحاجات دي كلها. اوكي تمام. اوكي سؤال تاني برضو استاذ عصام، اليس الافيد ان الوكيل يبعت اللينك بتاع دوبلي دوت كوم، وهل لو حد سجل من خلال رابط دوبلي دوت كوم مش هياخد عليه عمولة التسجيل 10 دولار؟ لا طبعا هتاخد عليه. اولا انت لما بتبعت اللينك بتاعك، اللينك بتاع دوبلي دوت كوم ما هو مربوط بدوبلي نتورك، فانت بقول لك ليه شيروا اللينك بتاع دوبلي دوت كوم؟ عشان تستفيد عليه العمولة اللي هي بتاعت ريفيرا فريند، ال 10 دولار بينزلوا لك في دوبلي دوت كوم، وكمان بتستفيد ال 10 دولار بتاعت دوبلي نتورك. فانت كده خدت مرتين، خدت عمولة مرتين من دوبلي دوت كوم ومن دوبلي نتورك. اوكي لا مش دوبلي نتورك، دوبلي دوت كوم. كده كده اللينك بتاعك بتاع دوبلي دوت كوم مربوط بدوبلي نتورك، ما تقلقش خالص في الموضوع ده. شير اللينك بتاع دوبلي دوت كوم، هتستفيد من دوبلي دوت كوم، هيجي لك 5 دولار لو الشخص اشترى عضويه في اي بي، وكمان هيجي لك 5 دولار لو الشخص جاب 25 دولار كاش باك. فانت كده خدت 10 دولار في دوبلي دوت كوم. دوبلي نتورك واخد فيها مجرد ما سجل في اي بي على طول نزل لك 10 دولار في دوبلي نتورك، دي خلصانه ملهاش ما فيهاش نقاش. فانت كده خدت لك كمان 10 دولار زياده، صح كده؟ اوكي تمام، نكمل بقيه الاسئله. اوكي اسامه حلو، بعت السؤال بالانجليزي، حلو جدا حلو كده اسامه، نقرا بقى. When someone sign up as a free, he get cash back up to 30%. Okay. If he makes an update to VIP, he will get double, right? So cash back will be VIP up to 60%. No, no. لا 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 أسامة، لا أنت مش فاهم الموضوع، مش كده. لا لا بص يا أسامة، الكاش باك الشخص اللي بيخش فري، الكاش باك يوصل لنسبة 30% بناء على ايه؟ انت عندك المواقع على حسب المواقع، في مواقع بترجع لغايه 30% كاش باك. اوكي؟ طيب هنرجع للنقطه تاني بتاع دبل الكاش باك. بصوا يا جماعه اللي انا شرحته المره اللي فاتت، احنا عندنا عضويه، ثلاث عضويات في دبلي، هنروح على طريقه العمل. اوكي؟ عندنا ثلاث عضويات كمتسوقين في دوبلي، عضويه اساسي وعضويه مميز وعضويه في اي بي.
العضوية الأساسي والمميز دول اللي هم بيخشوا فري. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ اللي بيظهر $10 في دوبلي دوت كوم في الكاش باك. تمام؟ يظهر $10 في دوبلي دوت كوم في الكاش باك. هوريكم مثال بس أخلص الأول سؤال أخونا أسامة. بصوا يا جماعة، عندي عضوية أساسي وعضوية مميز. أي شخص بينضم فري لدوبلي المفروض بيخش أساسي ياخد كاش باك. دوبلي عاملة عرض لكل الأشخاص اللي بتنضم فري أول 3 شهور أهو موجود قدامكم أهو. اربح ضعف استرداداتي النقدية لمدة 90 يوم. لما بخش أنا شخص فري دوبلي أول 90 يوم بتخليني شخص مميز آخد ضعف الكاش باك. فين بقى ضعف الكاش باك ده؟ اللي هي الأرقام اللي بالأحمر، نسبة 89% بتاع سوق ده الكاش باك المميز، ده ضعف الكاش باك. يعني أنت لو أساسي هتاخد 4.8، أوكي؟ هتاخد تقريباً 4.8 في كاش باك، 4.8% أو 4.9. لكن أنت مميز بتاخد ده الدبل. فالفي اي بي انت بتاخد بقى الدبل زائد 2%. فانت كده الدبل ده يا جماعه هو المميز. مش معنى ان السوق بيديني 10% تقريبا ان انا في اي بي هاخد 20%، لا. يا ريت نفهم الموضوع ده كويس. الارقام اللي بالاحمر دي هي دبل الكاش باك، لان ده الكاش باك بتاع الشخص المميز. انت بعد مرور 3 شهور عليك من عضويتك بتكون مميز، دوبلي ليها الحق انها ترجعك كشخص في اي بي تاخد نص الارقام اللي بالاحمر. بس لحد دلوقتي دوبلي ما عملتهاش، ما حدش دخل فري ودوبلي بتحاسبه على الاشتراك الاساسي. كل اللي على الفري دوبلي بتحاسبهم على الاشتراك الفي اي، على المميز، بتدي لك الكاش باك بتاعك المميز. لكن القانون قانون، انت ممكن في لحظة تلاقي نفسك بتاخد نص الكاش باك. ليه؟ لان انت عدت 3 شهور خلاص، ده القانون. لكن دوبلي كريمة بزيادة، يعني ما شاء الله من ديانة ضعف الكاش باك على طول. فالفري بقى اللي انا بقول الفي اي بي بياخد ضعف الكاش باك بتاع الاساسي، لانه بياخد المميز بالاضافة لاثنين في المية زيادة كمان. اوكي؟ فانت بتتحاسب على المميز، ما عندكش احتمال انك بعد 3 شهور تنزل اساسي، لا. انت في اي بي بتاخد المميز مع ال 2%، فكده خلاص. فده هو ضعف الكاش باك. ويا ريت نفهم النقطه دي كويس جدا، لان النقطه دي بتعمل مشاكل كبيره جدا في لما تيجي تتكلم مع الناس. ضعف الكاش باك هو اوريدي الارقام اللي بالاحمر اللي قدامنا دي. الأرقام اللي بالأحمر هي ضعف الكاش باك. وضحت كده أسامة؟ وضحت ليكم كلكم يا جماعة الموضوع ده؟ أنا يهمني إنكم تفهموه كويس جدا، موضوع ضعف الكاش باك ده، لأنه بيعمل مشاكل كتير. لو في حد مش فاهمه قولولي وأنا عيد تاني. أوكي؟ ضعف الكاش باك اللي هو الاشتراك المميز، لما انا بخش على الكاش باك اوفر فيو بتاعي نظره عامه عن الاسترددات النقديه بيبان لي ايه تفاصيل الكاش باك؟ شايفين تفاصيل الكاش باك؟ بيظهر عند المشتريات، المميز والفي اي بي. المميز ده النسبه اللي بالاحمر، ده اللي هو ضعف الكاش باك. الفي اي بي اللي هو ال 2% الزياده. فأنا النهارده المتسوق الفري أول 3 شهور بيبقى مميز، وبعد كده القانون إنه يرجع يبقى شخص، أوكي؟ يبقى شخص أساسي، مش ياخد النسبة دي الـ 2.72، لا، ياخد 1.36. أوكي؟ طب ما هو أسامة أنت بتقول ما هو الشخص ممكن كل 90 يوم يعمل أكاونت جديد
طب ما انت هتبقى هتشتري من كام اكاونت؟ هو انا بقول لك اللي بيحصل دوبلي ما نزلتش حد دلوقتي، كل الناس ثابته كشخص فري. لكن انت النهارده اشتريت اكاونت او دخلت فري بعد 90 يوم، رحت عملت اكاونت تاني بعد 90 يوم اكاونت تاني، طب ما انت مش هتجمع كاش باك كده؟ كل عضويه هتجمع فيها كام كاش باك؟ انت محتاج على الاقل في كل عضويه $25 عشان تحولهم على الباي بال، فانت مش هتكمل. فاحسن اختيار ان الشخص يدخل في اي بي. لو عايز تخش فري خش، وانا بقول لك لحد دلوقتي مفيش حد بينزل اساسي، كل الناس ما زالت بتاخد الاشتراك المميز. لما الناس تنزل اساسي يا عم مفيش مشكله، يبقى ساعتها فكر الايه، بس ساعتها هتلاقي هو احسن حل العضويه الفي اي، لان هو احسن. انت بتاخد الاشتراك المميز على طول بالاضافه لل 2% زياده كمان، فده احسن حاجه للفي اي بي اللي يخليك في الريسك. وكله عشان إيه؟ العضويه الفي اي بي كلها 800 جنيه. اوكي اتنين في المية يا جماعة، اتنين في المية ايه؟ اتنين في المية زيادة. يعني بصوا هي مش اتنين في المية من الكاش باك، لان في ناس كانت فاكرة اتنين في المية من الكاش باك. يعني موقع تمام، خلينا نروح ادي سوق، انت بدل ما تاخد 10% هتاخد 12%، ده في المول الكبير. يا جماعة انا العضوية الفي اي بي مش بس الاتنين في المية هنا، ندخل على المول الصغير. مش انا وريتكم المره اللي فاتت، انا اولا باخد 2% زياده ايا كانت ال 2% زياده دي، تمام؟ انت على مدار سنه ممكن يرجع لك $200-$300 منها كفي اي بي بس على حسب مشترياتك. النقطه الثانيه الفي اي بي، خش على مكافآت الفي اي بي. المول الصغير احنا قلنا عندنا مولين، المول الكبير والمول الصغير. المول الصغير بس للفي اي بي بيديك نسب توصل لضعف الكاش باك، ضعف الكاش باك. خلينا نشوف، ادي مثلا الموقع اهو اونس، اونس بيديك هنا 8% للفي اي بي. طب لو رحنا على المول الكبير بتاع دوبلي نشوف النسبه المميزه بياخد كام، اونس بياخد 4%، فانت واخد الضعف بقى فعليا. هنا بقى ضعف المميز، مش احنا بنقول المميز هو ضعف الاساسي؟ فانت كده خدت 400% من الاساسي. لما تاخد 8% وهو اصلا الاساسي بيديك 2%، فانت خدت 400%، فده ضعف المميز. ادي اهو موقع زي اونس، ايه اللي يخليك تاخد 4%؟ ما انت تقدر تاخد 8%. المول الصغير، ادي المحلات اللي فيه، اوكي. غير مميزات بقى الفي اي بي اللي هو برايس لاين، اللي بتاخد خصم يوصل ل 60% على اسعار الفنادق و 6% كاش باك. غير موقع تريب اكس او، اكس او اللي بتاخد خصومات توصل لنسبه 25% عشان انت كشخص في اي بي بتاخد دخول على الموقع ده ب $10 في السنه، خصومات توصل ل 25%. غير موقع لبيع تذاكر الايفنتات والحفلات الموسيقيه وماتشات كره القدم في امريكا وكندا للناس الموجودين في امريكا وكندا، تمام، تاخد 8% كاش باك. فانت عندك مميزات كتيره جدا جوه المول الصغير. المول الصغير ده باشمهندسه خديجه، انا اللي هو مكافئات الفي اي بي يا جماعه. المول الكبير احنا مش بنقول دوبلي هو شوبينج مول، المول الكبير اللي هو دوبلي اللي انا بخش على موقع دوبلي اللي فيه كل المحلات، تمام. المول الصغير اللي هو مكافئات الفي اي بي اللي هي خاصة بس بالأشخاص الفي اي بي، اللي هو بيبقى فيه 16 أو 20 محل. أدي 16 محل، بعض البلاد فيها 20 محل، بعض البلاد فيها 16 محل. 16 محل دول بيدوني نسبة كاش باك توصل لضعف الكاش باك بتاع الفري، ضعف الكاش باك بتاع المميز. ده عشان أنا شخص في اي بي. اوكي، فده المول الصغير. المول الصغير بس اللي هو عضويات مكافئات الفي اي بي للاشخاص الفي اي بي. المول الكبير اهو تاني،
المول الكبير انا مسميه كده تمام تسهيلا ليا وتسهيلا للناس. مش احنا بنقول ان دوبلي هو شوبينج مول؟ تمام، عندي مول كبير، او بقول زي المطار، مش عند المطار وجوه المطار في الفي اي بي لاونج، قاعه الفي اي بي، نفس الحكايه. دوبلي عند المطار في كل حاجه، وكل الناس تقدر تخش كل حته في المطار ما عدا جزء الفي اي بي اللي بيخشوا بس الاعضاء اللي حاجزين في اي بي، اللي هو فين؟ مكافئات الفي اي بي، ده اللي بيشتري منه بس الاشخاص الفي اي بي. اوكي، ياخدوا نسب كاش باك توصل لضعف المميز، بالاضافه لبرايس لاين خصومات الفنادق، بالاضافه لموقع تريب اكس او خصومات على اسعار دخول الاماكن الترفيهيه، بالاضافه لموقع بيدينا كاش باك على الحفلات الموسيقيه وماتشات كره القدم والحفلات والايفنتات في امريكا وكندا. واضح كده يا جماعه؟ وضحت باشمهندسه خديجه؟ اوكي استاذه اماني، هي العضويه بعد مرور سنه بتنتهي نهائي لو ما اتجددتش؟ لا، العضويه الفي اي بي بتاعتك لو انت ما جددتهاش بعد سنه بترجعي فري، بتاخدي بس الكاش باك بتاع الفري وبتفقدي مميزات العضويه الفي اي بي. وقت ما بتجدديها بترجعي الفي اي بي تاني تستفيدي بكل مميزات الفي اي بي، مفيش اي مشكله. استاذ اشرف السمان، مش هكسب $10 في دوبلي نتورك لو بعت لينك الفي اي بي في الشراء؟ مين اللي بيقول كده؟ لا، بتكسب $10، ما تقلقش يا جماعه. العضويه الفي اي بي دي مربوطه بعضويه دوبلي نت دوت كوم، دوبلي نتورك. اي حاجه، مش انا بقول، انا لما برشح صديق، سوري، رشح صديق اللينك بتاعك اللي بترشح بيه، انت هنا بقول لكم بتستفيدوا فايده مضاعفه. انت اللينك بتاعك بتاع رشح صديق ده مربوط كده كده بالعضويه النتورك بتاعتك، فاي حاجه بتعملها من هنا بتسمع في دوبلي نتورك. شيرت اللينك ده لاي حد دخل اشترى عضويه في اي بي هتاخد $10 في دوبلي نتورك، ما فيهاش نقاش، لان انا بعمل كده وانا نزل معايا كده. اوكي، ما تقلقوش من الموضوع ده. وكمان ليه بقول لك شير اللينك ده؟ عشان تستفيد في دوبلي دوت كوم، عشان تستفيد في دوبلي دوت كوم. هوريكم حاجه دلوقتي، بصوا يا جماعه، تسجيل خروج. سجل دخولك، هدخل لكم بالاكونت بتاع نهاد عون جيميل بتاع نهاد مراتي. اوكي، ونغير اللغه العربيه. نظره عامه للسدادات النقديه. حلو، طيب هنلاقي، اوريكم حاجه هنا، ادي اهو مكتمل في اي بي سيفنج يوم 19/6/2019، ادي $5. $5 عملت ريفيرا فريند، عملت ريفيرا فريند من الاكونت هنا، نزل لها $5. وهي ساعتها نهاد كان عندها عضويات في اي بي في الاكونت بتاعها، فاتخصم واحده من العضويه الفي اي بي في الاكونت بتاعها ونزل لها $46.5، لان احنا عاملين خاصيه الاوتو ريديمشن. ايه خاصيه الاوتو ريديمشن؟ في دوبلي نتورك. اوكي، اوريها لكم، بصوا خاصيه الاوتو ريديمشن. الناس اللي ما تعرفش الخاصيه دي، بروح على الفي اي بي ريوردز، بروح على اوتو ريديمشن. ايه خاصيه الاوتو ريديمشن؟ الخاصيه دي بتقول لك لو انت بتشير اللينك بتاعك بتاع دوبلي نتورك او دوبلي دوت كوم اي حد، واللينك ده لف للعالم كله ووصل لناس انت ما تعرفهاش وحبوا يشتروا عضويه في اي بي من اللينك من غير ما يرجعوا لك، لو انت مفعل الخاصيه دي
دوبلي بتيجي تشيك، واحد بيشتري عضويه في اي بي بتيجي تشيك لسه عندك عضويات؟ اه ليا عندي خمسه. دوبلي بتروح واخده واحده من الخمسه دي تديها للشخص اللي بيشتري عضويه في اي بي، تمام؟ هو بيدفع لدوبلي، ودوبلي بتنزل لك 95% من ثمن العضويه في حسابك في دوبلي نتورك، اوكي؟ ودوبلي بتاخد 5% مصاريف اداريه نظير تفعيل الخاصيه دي. فانت بينزل لك $46.5 لو انت لسه عندك عضويات، اوكي؟ فدوبلي كانها ساعدتك انك تبيع العضويات بتاعتك لما حد بيشتري عن طريق اللينك بتاعك، تمام؟ لو انت ما عندكش عضويات بينزل لك الكوميشن بتاع اللي هو $10، اللي هو فعليا 9.8 من $10، اوكي؟ فدي ما فيهاش اي مشكله. فانت لو شيرت اللينك بتاع، احسن لينك تشيره اللينك بتاع dubli.com عشان تستفيد مرتين. اوكي، طب نكمل. وريتك اهو اشرف بتظهر فين؟ في dubli.com في الكاش باك، بيظهر لك هنا في الكاش باك لم العشرة دولار بتظهر لك هنا، ادي $5 والخمسة دولار التانيين لو الشخص اشترى ورجع له كاش باك $25. اوكي، طيب استاذ عصام بيقول هو مش كل المحلات بتعطي فري وفي اي بي؟ لا، في محلات ما بتديش في اي بي، تمام؟ المحل ده على حسب قانون المحل، زي مثلا موقع عندنا شرف دي جي ما بيديش للفي اي بي، اهو مفيش 2%. تذاكر الطيران ما بتديش للفي اي بي، تمام؟ ادي في المحلات بتدي اهو للفري وفي اي بي، اوكي؟ وفي محلات ما بتديش للفي اي بي، ده بيبقى المحل يقول لك انا بدي هديك اه 2 في اي بي، هديك للفي اي بي، هديك للفري بس. دي بيبقى المحل هو اللي بيحدد النسب. يعني اهو لو احنا رحنا على شرف دي جي، بيقول لك حتى 3.8%، اهو مكتوب استثناءات، في 2% في اي بي كاش باك ويل نوت بي اوردد فروم ذيس ستور، هو ما بيدفعش 2% خلاص، اوكي؟ دي حاجه ترجع له هو، يعني بيدفع بس النسبه بتاعت الفري. اوكي، استاذ احمد بيقول لو انا عميل مميز في اي بي واشتريت بالخطا عن طريق الفري، ينفع ارجع الكاش باك بتاعي من على البطاقه بدل ما تحسب في اي بي؟ مش فاهم السؤال. انت عميل في اي بي واشتريت بالخطأ من الطريقة الفري، يعني ايه اشتريت بالخطأ من الطريقة الفري؟ لا مش فاهم، انت عميل في اي بي واشتريت بالخطأ من الطريقة الفري، يعني ايه الطريقة الفري اللي هي فين؟ البطاقة ما اتفعلتش، بطاقة ايه؟ بطاقة الفي اي بي؟ العضوية الفي اي بي يعني؟ العضويه الفي اي بي ما اتفعلتش. لو انت ما فعلتش العضويه الفي اي بي واشتريت من الموقع وانت فري، ما فعلتش الفي اي بي، مش هتاخد نسبه الفي اي بي، مش هتبدا تاخد نسبه الفي اي بي غير لما العضويه الفي اي بي تكون متفعله. حتى لو انت اشتريت ورجع لك $1,000,000 من الفري، لما تفعل الفي اي بي تحسب من بعدها الفي اي بي، لكن ما بيرجعش باثر رجعي. لا ماشي، الكاش باك رجع لك بحساب الفري، اوكي؟ ما هو مش حاجة. خلاص دي عضويه انت عندك اكونت فري وبتشتري منه، هيرجع لك الفري، نسبه الفري. فعلت عضويه في اي بي على الاكونت ده، حلو، من بعد ما تفعل العضويه بتاخد الكاش باك. لا، فعلت العضويه الفي اي بي على اكونت تاني، يبقى الاكونت التاني ده اللي هو اللي هتاخد عليه نسبه الفي اي بي، لكن ما ينفعش تحول من ده لده او تقول لهم لا حولوا لي الفي اي بي ده القديم خليه لي فري وفي اي بي. الفري طول ما انت فري تاخد فري، مع وقت ما بتفعل الفي اي بي بتاخد نسبه الفي اي بي كمان.
ايه هي الافاده مرتين عن طريق دوبلي دوت كوم. ده اللي احنا شرحناه اشرف، ان انت لما بتشير اللينك بتاعك على دوبلي دوت كوم من دوبلي دوت كوم بتاخد كوميشن لغايه $10. اوكي، مش احنا قلنا بتاخد كوميشن لغايه $10 وبتستفيد على دوبلي نتورك. فانت استفدت دوبلي نتورك ودوبلي دوت كوم الاثنين. اوكي، لو انت شيرت اللينك بتاع دوبلي دوت كوم باك سلاش الاي دي اللي من غير اللينك الفي اي بي، بتستفيد من فين؟ بتستفيد لما حد لو اشترى في اي بي تستفيد على دوبلي نتورك، ما استفدتش على دوبلي دوت كوم. لما بتشير اللينك بتاع الفي اي بي بتستفيد على دوبلي دوت كوم وعلى دوبلي نتورك الاثنين مع بعض. اوكي كده، طيب نكمل بقية الأسئلة. النسبة اللي بناخدها على المتسوقين لما يعملوا كاش باك بتنزل فين في دوبلي نتورك؟ ادي حساب دوبلي نتورك، بتنزل لك فين؟ بتروحي على الايرنينج، عندك بيرسونال كاستمرز وعندك اورجانيزيشنال كاستمرز. اوكي، مين البيرسونال كاستمرز؟ المتسوقين الشخصيين بتوعك. لما بيتحول الكاش باك بتاعهم افيلابل ينزل لك الكوميشن هنا شوبينج كوميشن في البيرسونال كاستمرز. تمام، دول المتسوقين الشخصيين اللي عندك. المتسوقين بتوع فريقك بينزلوا لك في الاورجانيزيشنال كاستمرز، ينزلوا هنا في الكاش باك بتاعهم. الكاش باك لما يتحول الكاش باك افيلابل عندهم، طول ما الكاش باك بتاعهم بيندنج ما بينزل لكيش حاجه يا وسام. لما يتحول لافيلابل ينزل لك هنا الكوميشن سواء في البيرسونال كاستمرز او في الاورجانيزيشنال كاستمرز. اسلام حسين، دوبلي كانت منزله بطاقات زي الفيزا، اسم الشركه فين البطاقات دي؟ لا خلاص، الفيزا كارد ده اتلغى يا اسلام، ده كان دوبلي هتنزله واتلغى لان البنك كان فيه مشاكل كتيره وكانت عمولاته عاليه جدا. فدلوقتي دي بقى مهام الكونتري مانجر. دلوقتي الباي بال شغال معانا في كل حته كويس، البلاد اللي الباي بال مش شغال فيها دي مهمه الكونتري مانجر، انه يتواصل مع البنوك ويشوف طريقه لمواضيع الكاش باك. لكن حاليا انا بتكلم على الوضع الحالي، ما اعرفش ايه اللي في المستقبل. حاليا اللي شغال معانا تحويلات على الباي بال. لكن الفيزا دي اللي كانت موجوده اتلغت خلاص، كان مشاكلها كتيره ورسوم تحويلاتها كتيره ومش هتدي النسبه الحاجه اللي احنا عايزينها. اوكي طيب، نيجي كمان. طيب استاذ عصام، انا بعت ال 12 بطاقه والعداد وصل صفر، لكن واحد منهم ما كانش ظاهر، كان ظاهر 11 بس، وبعدين بعت البطاقه 13 لكن فوجئت ان الشخص ده فعل البطاقه بدون ما يدفع حاجه وهو اللي ظهر عندي ضمن ال 12، لكن الصديق القديم ما بيظهرش رغم انه فعل البطاقه من زمان وعمل عمليه شراء. مش انا بعت 12 بطاقه والعداد وصل صفر، واحد منهم ما كانش ظاهر، كان ظاهر 11 اتفعلوا. تمام، 11 اتفعلوا، ال 12 دي ما اتفعلتش. تمام، وبعدين بعت البطاقه ال 13 حلو، لكن فوجئت ان الشخص ده فعل البطاقه بدون ما يدفع حاجه. يعني ايه فعل البطاقه بدون ما يدفع حاجه وهو اللي ظهر عندي ضمن ال 12 لكن الصديق القديم ما بيظهرش رغم انه فعل البطاقه من زمان وعمل عمليه شراء؟ يعني انت الشخص ال 13 ده فعل بطاقه بدون ما يدفع، بقى شخص في اي بي من غير ما يدفع، ما دفعش ليك، ما دفعش للموقع، ازاي؟ ما اعرفش. يعني المفروض يدفع للموقع لان خلاص ما دام انت عندك النقط وصلت زيرو، ما عندكش بطايق تاني، اوكي، ما عندكش عضويات تانيه، فخلاص رقم 13 ده لما هيدفع هيدفع للموقع.
لو ما نزلتش العموله دي بقى ممكن تراجع فيها الكاستمر سبورت. تمام، وده السؤال اللي حضرتك. لكن الصديق القديم ما بيظهرش رغم انه فعل عمليه البطاقه من زمان وعمل عمليه الشراء، ما بيظهرش العموله بتاعته ولا ما بيظهرش ان هو رقم 12 في العضويات الفي اي بي؟ ما هو انا برضو مش فاهم، معلش بتتواصل معهم مش فاهمين، حضرتك فهمني كده واحده واحده. مش ظاهر اصلا ان عضو في اي بي مش ظاهر عندك في الحساب، ولا مش ظاهر عنده هو ان عضو في اي بي؟ يعني انت عندك في الكاستمرز، معلش لما انت بتروح هنا على ماي اوفيس في الكاستمرز، الكاستمرز ده بيوريك الاشخاص الفي اي بي والفري. حلو، الكاستمرز مش ظاهر عندك الشخص ده، مش موجود في الكاستمرز، مش ظاهر عندك انت، مش ظاهر عندك في الكاستمرز. حلو جدا، حضرتك بتروح بترعت الكاستمر سبورت الايميل بتاع الشخص ده وتعمل لهم سكرين شوت من الكاستمرز بوينت بتاعتك، تمام، ومن الكاستمرز الليسته، وتعمل لهم سكرين شوت من العضويه الفي اي بي بتاعت الشخص صاحبك، تقول لهم ده شخص في اي بي وادي مفعل العضويه الفي اي بي بالصور، اوكي، ومش باين عندي في الكاستمر بوينتس، ومش باين في الكاستمرز، ومش باين عندي خالص، بس بالصور هتوضح لهم الامور، توريهم ان الشخص ده مربوط بيك وده ايميله وده شخص متفعل في اي بي ومش موجود عندي في لستة الكاستمرز. ليه مش موجود؟ مش عارف يعمل لوجن على حسابه، يبعت ان هو فورجيت باسورد، يبعت فورجيت باسورد، يبعت له باسورد جديد، او لو مش عارف يبعت كمان للكاستمر سبورت يقول لهم مش عارف ادخل على حسابي، بس اول خطوه اعملها فورجيت باسورد. اوكي كده استاذ عصام، تمام، شكرا لله يا باشا، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويبارك فيك. طيب نكمل بقيه الاسئله. باش مهندسة خديجة بتقول الفي اي بي اللي فعلتها لنفسي من ال 12 لازم اجددها كل سنة ب 49 دولار كأني برجع اشتريها كل سنة. ايوه باش مهندسة، عشان تاخدي مميزات الفي اي بي، عشان كده بقول لك ان انت ممكن في نهاية السنة الاولانية، طبعا بتكلم عن السنة الاولى، لو ما كنتيش خلصت بعتيهم كلهم خلي واحدة ليكي اخر السنة فعليها على ايميل تاني، يبقى برضو ما تبعتيش 49 دولار واستفدتي، كده كده موجودة عندك. بس خلاص انا دلوقتي من ساعه ما خلاص انا بقالي 4 سنين انا كل سنه بجدد العضويه الفي اي بي بتاعتي، بجددها من الكاش باك بتاعي ما فيهاش اي مشكله، بجددها كل سنه ب 49 دولار، بس هما ما بيبقوش 49 دولار، هما بيبقوا 39 دولار. ليه؟ لان انا باخد 10 دولار كوميشن في دوبلي نتورك، فانا اصلا باخد 10 دولار من نفسي، اوكي، فهي بتبقى 39 دولار. ممكن شرح الاوتو ريديمشن تاني باشمهندسه خديجه، خاصيه الاوتو ريديمشن، بروح على الفي اي بي ريوردز، ايه خاصيه الاوتو ريديمشن؟ الخاصيه دي بعملها بفعلها، تمام، خليني اعمل لها دي اكتيفيت، شايفين ادي اهي الخاصيه دي مش متفعله دلوقتي، اللي مكتوب فيها اللي انا هشرحه لكم بيشرح بيقول ايه، ان الخاصيه دي لما بفعلها اي حد بيشتري عضويه في اي بي من خلال لينك، انا دلوقتي بشير اللينك بتاع دوبلي دوت كوم وبشير اللينك اللي هو خلي الناس تخش فري او في اي بي، واللينك حضرتك شيرتيه لاصحابك واصحابك شيروه لاصحابهم واصحابهم شيروه لاصحابهم، وصل اللينك لواحد في انجلترا ما تعرفيهوش. حلو، الشخص ده حب يشتري عضويه في اي بي من الموقع، هو ما يعرفش مين خديجه، ما يعرفش غير اللي شاف الموقع لقى مميزات على الفي اي بي قال لك والله حلوه خلينا اشتري عضويه ب 49 دولار، دخل اشترى عضويه من الفي اي بي من الموقع ودفع للموقع، دوبلي بقى بتقول لك ايه؟ ساعتها دوبلي بتيجي تشيك عليكي،
هل عندك عضويات في اي بي ولا لا؟ فاضل عندك ثلاثة. حلو، لو انت مفعله العضويه دي زي ما انا هعمل دلوقتي ازاي؟ انا بعد ما قريت الكلام ده بعمل يس كده فعلت العضويه. دوبلي بتقولك لقيت عندك ثلاثة، حلو، انت مفعله خاصيه الاوتو ريديمشن، فدوبلي هتروح واخده من الثلاثه دول واحده تديها للشخص بتاع انجلترا. يبقى كده بقى عندك اثنين، ساعدتك انها بعت لك واحده للشخص اللي كده كده بيشتري من الموقع، وبتديكي بتنزل لك الفلوس في دوبلي نتورك ثمن العضويه، بس ثمن العضويه دي بينقص منه 5% مصاريف اداريه، اللي هو 5% مصاريف اداريه دوبلي بتاخدها. فانت بينزل لك 46 دولار ونص في حسابك في دوبلي نتورك ثمن العضويه اللي اتباعت، ودوبلي بتاخد 2 دولار ونص مصاريف اداريه، ان هي ساعدتك انك لما نشرت اللينك بتاعك ووصل لناس ما تعرفيهاش والناس دي حابه تشتري عضويه في اي بي، فدوبلي خدت لك واحده من عندك اديتها لهم ونزلت لك 95% من ثمنها. واضح كده يا باشمهندسه؟ بتشيري في الجروبات انت مش انت النهارده، لا بتشيري فين؟ دي قصه بقى، دي بتاعتك انت، بتنزلي على الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتك، بتنزلي على الاكونت بتاعتك، بتكلمي الجروبات بتاعت الواتساب، يا جماعه خشوا تسوقوا من اكبر شوبينج مول الكتروني، خدوا كاش باك يوصل لنسبه 30%. بتشيري اللينك بتاع دوبلي نتورك بتاع دوبلي دوت كوم؟ لا يا جماعه، يا جماعه افهموني، اسلام مش لينك الوكيل. ليه بشير لينك الوكيل؟ انا بشير لينك الفي اي بي بتاعي، ما بشيرش لينك الوكيل. عشان اخد فعال تشير لينك الوكيل مفيش مشكله، اللي هو دوبلي دوت كوم باك سلاش اللي هو بتاع التسوق. انا بشرح في ايه من الصبح؟ انا بقول لكم اهو، انا بشير اللينك بتاع دوبلي دوت كوم عشان اخد الخمسة دولار زياده، عشان اخد لما يشتري واحد في اي بي باخد كمان 5 دولار، باخد 10 دولار. لا مش عشان دوبلي تبيع لك العضويه، ملهاش دعوه، انت بتشير دوبلي دوت كوم بتاعك، كده كده ده مربوط بدوبلي نتورك، ما تقلقوش يا جماعه من الموضوع ده، ما تقلقوش، ده مربوط بدوبلي نتورك. لينك الفي، بصوا اللي عايز يشير حاجه يشير لينك الفي اي بي بس، العضويه بتاعتكم بتاعت الفي اي بي ده اللي تشيروها، ودي لو عايزين تعملوا اي دومين نيم اربطوها بيه، ما تشيروش دوبلي دوت كوم باك سلاش الرقم بتاعكم. ممكن تشيروه بس هتخسروا، ممكن تخسروا 10 دولار ينزل لكم في حسابكم في بتاع دوبلي دوت كوم اللي هو بتاع رشح صديق، برنامج رشح صديق. اوكي، شير اللينك بتاع دوبلي دوت كوم. اوكي باشمهندسه خديجه، بتشيريه فين؟ بتاعك انت، صفحتك على الفيسبوك، صفحتك على الانستجرام، بوست اصحابك في جروبات الواتساب وجروبات ايا، جروبات الفيس، الحاجات دي تلاقيه فين؟ لينك دوبلي دوت كوم اهو يا باشمهندسه، بتخشي على لوحه التحكم رشح صديق. بتطلعت لي صفحة رشح صديق واربح حتى 10 دولار. فين اللينك يا باشمهندسة؟ اهو ده اللينك اهو، نسخ بعمل عليه انه كوبي، شارك عبر الرابط، شارك عبر الرابط دوبلي دوت كوم باك سلاش رقم واسم وحروف، هو ده اللينك اللي انتوا تشيروه في الجروبات بتاعتكم والناس اللي انتوا عايزين تخلوها تنضم معاكم سواء فري او في اي بي. اوكي تمام كده، هو نفس اللينك بتاع الفي اي بي، هو بتاع نفس اللينك بتاع الفري، اي واحد فيهم ده اللي بتشيره. تحت امرك يا باشمهندسه، شكر لله، ربنا يكرمك ويبارك فيك. اي سؤال تاني يا شباب؟ عشان احنا مضطرين نقفل بعد 5 دقايق، في ويبينار تاني بعد شوية. اوكي؟
اي سؤال تاني؟ في اي سؤال انا ما جاوبتش عليه الاول؟ لو حد انا ما جاوبتش على سؤاله يقول لي لو سمحتوا، بس انا جاوبت على كل الاسئله تقريبا. لا، كل الاسئله، كل الاسئله انا جاوبت عليها. تمام، اوكي. طيب بصوا يا جماعه، بكره ان شاء الله، هو ممكن المفروض اصلا بكره يكون برزنتيشن، بس انا بكره هعمله تريننج على تحويل الكاش باك من الباي بال لكارت البنك. تحويل كاش باك من الباي بال لكارت البنك، فبكره هعمل تريننج، وتريننج على dubli.com وشوبينج. ولو عندكم اسئله كمان نكملها بكره. تمام، دي قناه اليوتيوب نهاد عوني باسم مراتي سيلز دايركتور نهاد عوني، بعتها لكم كلكم دلوقتي. هتلاقوا ان شاء الله المحاضرات دي بعد في خلال ساعتين موجوده. بكره كان المفروض يبقى برزنتيشن، لا بكره هيبقى تريننج عن تحويل الكاش باك من الباي بال لدوبلي لكارت البنك، وكمان عمليات شوبينج وتسوق، ولو في اي اسئله واستفسارات. تمام كده؟ مساء الخير ميادة، بتقول أنا دلوقتي لو أنا حولت VIP لإيميل تاني وتفعلت عادي زي ما استخدمه، ممكن ترجع بعد شهر ليا من تاني فاضل شهر. أحمد مصيلح، أنا اتكلمت عن سوق دوت كوم يا أحمد من شوية. سوق دوت كوم ما نعرفش هيرجع إمتى، هو رجع في السعودية من 4-5 أيام، يرجع إمتى في مصر ما نعرفش، ده قرار سوق، ممكن ما يرجعش. تمام، فعادي مفيش مشكله. فيا جماعه خلينا في اللي موجود معانا النهارده. اهو بيبي شوب دخل عندنا في الامارات، كل يوم في حاجات كتيره بتدخل. سوق دوت كوم لما طلع من مصر ومن السعوديه، من 4-5 أيام رجع تاني السعوديه، فان شاء الله خير باذن الله. ممكن يرجع في اي وقت، ممكن بكره، ممكن بعده، ممكن بعد شهر، ان شاء الله ممكن يرجع هو وظروفه. اوكي، لو شخص ما استخدمتهاش. ميادة بتقولي انا حاولت استخدمها، ممكن ترجع بعد شهر ليا وتنتهي. مساء الخير وساعة. طيب دلوقتي لو انا حولت VIP لإيميل وتفعلت عادي زي ما استخدمتها، ممكن ترجع بعد شهر ليا تاني فاضل شهر وتنتهي، لو شخص ما استخدمتهاش. يعني اللي انا فاهمه يا ميادة من السؤال، انت حولتي لشخص عضويه VIP وتفعلت والشخص ما استخدمهاش، عايزه ترجعيها تاني عندك؟ هل ده سؤالك؟ لا ما ينفعش، ما دام اتفعلت ما تنفعش ترجع. لو ما اتفعلتش ممكن ترجع لك، هي اوتوماتيك. لو العضويه ما اتفعلتش في خلال شهر مما انت بعتيها، ممكن بترجع لك اوتوماتيك على دوبلي نتورك. لكن لو اتفعلت خلاص، سواء الشخص بقى استخدمها ما استخدمناها، خلاص دي هي كده ما ينفعش انها ترجع تاني. اوكي، واياكي، بارك الله فيكي وجزاك الله كل خير اختي مياده، ربنا يكرمك ويبارك فيكي. اوكي شباب، اي سؤال تاني؟ اي سؤال عند حضراتكم تاني؟ طيب على بركة الله، يبقى زي ما متفقين بكرة ان شاء الله تريننج تحويل كاش باك من باي بال. تمام، وحوريكم التحويل تم امتى في dubli.com من الدوبلي للباي بال، ومن الباي بال ايه اللي جالنا، الايميلات اللي جات لنا بتورينا الكاش باك نزل فين، والكاش باك نزل فين في دوبلي دوت كوم، وفي على الباي بال، وهحول من الباي بال كمان ان شاء الله على كارت البنك باذن الله. تمام، نشوفكم دايما على خير يا رب، وخلي بالكم من نفسكم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ان شاء الله، رمضان في مصر يوم الجمعه، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. بكره احنا هنعرف في الامارات، بس ان شاء الله هنصوم مع بعض، ويكون صيام خير جدا علينا كلنا، ربنا يكرمنا ويوفقنا جميعا. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم ويجازيكم كل خير. نشوفكم بكرة على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير.